السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ وكيف أصبحتم؟ وجمعة طيبة؟ عاد الجمعة بيني وبينك يبالك حسوسة من الصبح، والحسوسة يبالها نشأت يا بدري، وعاد نشينا وكان فز من الرقاة كذا، وشون يحسمك. وأنا بس ما ألبس وأركب السيارة دور وتناول لي بشعري منا وهناك، شعري خضيت مرة منا وهناك، ودق لي ويا قصقوص بعد وثلاث حبات ديايو مرة اليوم سوسة. لكن بغينا نسخ هالشعري 13 نفر، يا الله يا الله يا الله يا الله، بنقطع حق صالونة لا تعرف، بغينا اللي نسخها ما واقع من حيث انه ميوب مره ذيك الساعه من البحر ومقطع في الدبه، وبعده ما راي ما اتحرك انا 13 شخص ولا رايمين علي 13. احيانا ما اعرف كيف بطبخونه بالبيت صراحه، ما اعرف كيف بعده اهلينا الحين طالوا ناس منا اليوم بناكل. يا الربع القصقوص بثلاثة ريالات واربع ريالات وخمسة، ليش يعني وصلتوا لي هذه المواصيل؟ القصقوص قبل يا الله يا الله إذا وصل جات العمرة نص ريال، إذا خلاص يعني وصلتوه وهالنمونة من القيمة، ليش يا الربع؟ عيد الشر يا الله يا الله يا الله، في النهاية قصقوص موصلينها كذا 75,000 جنيه استرليني. اللي تبون صدقونا بس صدقونا، واللي ما تبون كذاب انت. كيه عايل الحوت عادي مقتنعين فيه ان حجمه هكذا، احي الشعر يعني ما يستوي هكذا، ما اعرف كيف انتو نفسية من صباح الله خير. شعري حصلته في السوق هكذا هكذا حصلته، هذا 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 حجمه بهذا الحجم، كيف يعني تقولوا لي كذا؟ يعني تبون صدقونا بصدقونا ولا ما تبونا؟ ما اعرف كيف هكذا مسوي من الحبة قبل الله يهديكم. عيل الحوت عادي مصدقين هكذا حجمه عادي، يعني ما قلتوا حاجة. هذا موت خلاص، إن ولد واموت توصل وقت زين ما في وابويا وقلبي. سامحوني عاد بطيت عليكم، صرت ادور فورك ليفت ما ادري اذا هو صح هذا اللي ينزل السامان، هو هذا استاجرته بالساعه قضيناها ننزل الشعري من الدبه فورك ليفت، وقفنا الشارع وسوينا اقول لك اللي ما يستوي عاد، بس خلاص هالوديه وتسد، ما بخف شعري هكذا يا سوي. هو اللي لقيته في السوق وطري، اضطريت مره خلاص دق حلقه القبطان ابا سمك، واستاجر لي فورك ليفت ساعه 75 ريال طلب علي. كيف اقول فقيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كرتون دي عيب، ماشي شو عيب كرتون دي عيب. اي نعم ابوك انت عاد مسوي لنا نقمه في الديايو كيف؟ يا الله ابوك ما بيدا كذا، هاي الوحده كانها مره شو كبرها ما يحتاج. ها الله ابوك ما هاكل انا، ترى هذي الكبار ما نقمتكم. صدقتوها الحين؟ سمعتوها أمي؟ سمعتوها روحها مستعجبة من السمك، قالت هذا أبوك يبالي نساف حطب عشان نشويه نساف.
متروس حطب عشان نشويه، هاي ما يباله في حمال مال شو يسموه مال الدكان، حطب عليك بالله. انت متاكد من هالحكي؟ بروحك ياهد عليه يعني ما حد قال لك كذا وانا ما ادري ايش، وانا ما ادري ابني من انت، من ابني من انت يا اخي انت شوكي تصيبك والله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مسيتوا بالخير جميعا، كيف الحال؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير، تقبل الله طاعتكم، الجمعه طيبه، ورحم الله موتانا وموتاكم موتى المسلمين اجمعين. يلا ابوي قربوا 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 بنتغدى صالونة شعري مره كان للدنيا قال للدنيا كل مره الفريق كلهم عرفونا نحن غدانا صالونة شعري كلهم. يا ربي الغداء يف 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 يلا يلا يا شعري يلا يلا وعي يا بيو لين منو غارفين بسألكم منو غارف من 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 العيش؟ بس أعرف أنا ما لازم تقولين، بس هو منو غير نحن منو غير نحن مأذننا نحن في هالبيت، لا مخلنا سحة، لا مخلنا عيش، إن كان صالونة مخلايا بيطوف عليها، إن كان مكبوس مخلايا بيطوف عليه، يا تكلمين والدك حبوه ولا بس عاد خلاص صلين هنا وبس خاننا، بس عاد خاننا مره مرتين ثلاث هو كم صغير بعد الصغير بعد ساره انا بجلس هنا وين الصينيه اللي محطاي فيها الراس مع الشعر انا مش حبوه انت بعد انت بعد تبور راس انت تبور راس وهذا امي تبور راس وهذاك جاي ضارب من حياسين تريا بشلها الصينيه انا أنا بار راسي يا جماعة أصلاً في الحقيقة يا علي الغدا لما تضرب لك بلح سمك ما غاوي، أنت ما تأكل سمك سوي لك ويبة من غير بعد هالوجبة يا أبوك يبالك برنوس بنمر مكيف قديم وفي الحجرة ثلج بعد ثلج زيادة ما صبونا شاهين نطير الأرقاد شوي يا الله يا ما يا الله يا ما بطيل الرقاد بطيل الرقاد هالكني هالأخبار تقول حد تقول يلبسني وهدني مرة يلبسني لبس مرة كذا يلبسني مرة كذا الرقاد هالكني هلاك مرة يلبسني كذا إيه الخدام منو أمرها تسوي زعتر منو أمرها منو أمرها نعم ما أنا بزعتر الزراعة بس إلا كذا تضيعون على المزاج يضيعون يعني داقين ذا الشعر نضرب لنا زعتر اذا سمعين احبون انت هاي شو قال من شويه سمعيني سمعيني غير وديه يا نوخذ عاد حبوتي عاد بتجلس والله سمعين اطش حبوه يا ربي بتسال حبوه بتقولين ولا كيف؟ يا ابوك تعال يلا يا ابوك تعال غير ودي سامعين اياها يقول يا النوخة دار الولن دار يا النوخة ذا يا النوخة دار الولن دار رجوا لابي مكده رجوا بي فيان بالدار صوب الدينة شمو مخد خد يا النوخة عيار مكار ما حيش خد من عنده رد على الغير كده وكده والحمد لله يا ربي سووا لنا سليماني حيل ثلاث يا عيب وكل وحده تقول الزود عندي ما دي يا يوعد ما دي يا يو حبوه فقره يبالنا تشرفين علينا وتسوي له هذاك زور يباله زور هذيك الشاويه مال الاول هاي حطوا له الزوره الله يخليك يا بنت سالم الله يخليك الله يخليك الله يخليك بيتي الله يخليك ويتهج عليك حبيبتي حبيبتي الله يخليك يمي بزيدش صدق والله شربي والله زيدي واحد واحد سالم يا الله عيكة واحد واحد انزل نص 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 قلنا لك
الله يهديكم صلكم والله مسوي سليماني الله يهديكم سوي لنا دلة زعتر ويبغى كذا العيد. افا خوي احمد السلام عليك. سلام. وش حالك؟ عساك بخير سلوم على الزمان. الله يسلمك. يو وين اخوي؟ ما شفناك من طاح السيل. سجلنا تميت تطالع الوادي قلت لا بدي شلك. شال درام من هالدرامات. والله ان الدرام شله ما بيشلك انت. لا لا ما يشلك. والله العظيم خطف علي درام. نعم يوم بسير له لكن يوم بوقف عنا بعيد. لا حبيبي يا الله الحمد لله عسى نعمة بادة يا رب. اخبار الاهل والجماعة طياب ان شاء الله. دم علينا وياكم الخير. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين امورنا طيبة. ما وخم مزولية لا بد لا بد هذا. هناك مرة هنا. والله حتيك صداع نصري. خر الميلس ما خر من تحت. هاي دش ترى بين المكيف. فتح المكيف فتحت الجامع. يا الله الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. الله يزيدنا يا يوم يوم صليتم من قلوبكم. اصلى الدم مذنيك. اصلى الدم من عينه. مرة وازم تماشي العين تمر الجبهة. ما زين حرام عليك. عادكم مذني. تباني يستوي اصم. ابوك الاذنين هون على العين. العين سكان. سكان العين. الاذنين تسمع لحد. تهابك ولا شيء. انت هذا امك. مطرشتني امي انا. شو تبى؟ ليك انت شو تبى؟ خالتك قلت امر وتدلل وتدلل ما شو علامها؟ شو تبى؟ عيوني ذيها انت شو ياف. لا ما هو شو عندكم حبتين سبيستو؟ شو؟ حبتين سبيستو كان شي عندكم زين؟ روحنا ندور البعشق والله ما عندنا والله هاكو كله سويناه بهذا سبستو؟ ايه حق الدجاج او كيفنا دجاج والله بي اشوف تعال اذا عيبني شيء عادي اشل والله ما تشيل من الحين اقول لك شو مسوي كيف كان دورتك يا انت شو لك مرخان انا مسوي كم مرتاح مستانس احمد وين احمد مالك خان اخوي الله اخوك ما بنسى والله بتخلينا نشوف الدياي ولا كيف؟ باكر تعال بتسير يا اخي وبتاخذ سبستو بس ما هي ما هي ما هي شلوا نفر قبل يشلونا اربعه وين اربعه اذا راموا يشلونا بيكم وما يروم يشلونا يا الله عبد الله لوحت تمويح لا لا مره لوحت تبني يا اخي السالفه تتصدق وين تتصدق؟ الله اكبر واعظم حق لا لا تتصدق مو وين؟ هاي يصدق هالمغفل اما اللي بيمخ ما يصدق عادية يا بعيد الشر من نوع شرق الشارع الله اكبر الله اكبر هذا احسنت احسنت احمد ما بنزل والله شو؟ احسنت ما بنزل ايه ما بنزل احسنت تروح؟ ايه اظن بسير يا وياك الله يحفظك بسير يا اخي الله يحفظك ان شاء الله بسير والله زين وين بدخل وين بيلسك يعني قلت لك الميلس شال شلول وين بتيجي يدياي خلاص روح ان شاء الله بنتلاقى الاسبوع الجاي يا اخي ليش تطردني ما طردتك قلت لي يا اخي روح ايوه روح ميلس موخم بتيلس لو تبان نيلس يا اخوي بتفرش حتى حصير هناك لا انا ما فارس طايح مطار اخوي البعوضه اي والله الكلب عاضني والله ايه يا عظن سمسوم ورمل لويها يا انت شو عليك نذر بسألك والله ما عندي ستكشف عن عمرك 24 ساعة مريض والله يا اخي ولا تعال انا بوسمك ايه بعدين اقول لك كلم خالك يوم انا ما حد ما خالي انا بس ودني شي ما بيتم والله ودني خالك انت بعد طوف سبيت ما حد وين سار والله تو حميرة عدوه ان شاء الله عدوه ليش يا اختي ابنتي؟ خالك ما الوجه المهدر بجنجن استغفر الله توك مصلي شو مصلي طاري خالي انا ما طريت حد غري خالنا ترى السلام ورحمة الله حياك خالنا طارينا ما في اي شيء نزيد عاد
بعزم عمري يا اخي. وين تعزم عمرك؟ بيتكم. سير روح بيتكم انت، ما يبونك اهلك ما يسالون عنك. لا ما حد سال. احمد يكلمك، وينك عبود تعال. ما حد سال. وين سال؟ شو طب اكو عندك تليفون تواصل. بتواصل يا الحين من ادخل. خلاص اتعور راسي. يا ضحية. تعال. لا بعور راسي بسير وروح. بس يا نسماسي مبشرة. ورا واحد يشبه ابو عبد الله. واحد يشبهك انت. لا يشبه ابو عبد الله طالع. انت الكبير. لا هو العاد. كيف تخليني انا الكبير وهو الكبير؟ مره هو. والله واحد توه حل مره على تليفوني. مره هو. وعبد الله مره. و24 ساعة متضايق. لا ما متضايق خالي، ما متضايق. مكرفس ويا تقول قرطاسة حق شو؟ والله العظيم يضحك متضايق. شو هذا؟ ما سويتوا شيء العصر؟ لا. مو فاضي يسوي اليوم، ما بيسوون شيء اليوم معزومين. بس خلاص. والله عليك حرمة العزم تسوي شيء في مطبخة، والله ما سوت. خلاص. كذا اليوم. دور لك كيسة تاكلها اليوم. خوص تاني مقطع. بيبسه. يا ربي بس يا رسول الله يا شيخ. وين بس بيتكم؟ ايه. زين. شباب ما صرت. تعال صعودني ودني بس اشوف حبوسي. ما حد حبوسي. مسرح الحب اللي نزل عليك ساعه. يا ربي انت بسالك هذول وين يسيرون 24 ساعه يحوطون. مسرح الحب اللي حل عليك كذا مره. والله بعد كلمه راس والله. سير ما ساير انا؟ ما ساير انا سير عبود. روح. يعني انت حبوتي ما بتسلم عليه لا يوم انا بيك. ترى انت موت بنسي من وصلنا وياك ما رومه مشينا حق العزبه بيتي تمشي. العزبه هذه طف من بيننا هذه وينها؟ وحد لطمك بكف. ما حبي يطمني. يبوني انا خلوا العالم كم علي يعني. شو القوة دي في يعني؟ سير عندنا سير. يا اخي بس ما بسير البيت انا. ما بسير. رايك والله بس بعصات بعشب امر عليك. اذا شو تبغى اقول لي انا بقول. انت مال خان. انا بخبر. ما حبوتي. يوم تبغى شيء تعال لي. خبرني والله. لا. شو يخصني حبوتي مثل ما هي حبوتك. زين خلاص بيني وبينها انت سير هناك وتسمع الكلمه. ودنا لي. سير دقيقتين بس شويه بتسلم عليكم. ايش حالك؟ ما مسوين ترى انا. ما باكل خلنا لك لا تطفحها. لا بدي يبات على كبدك على قولة الاولين. طوف. هاي لك وين بيبات لك؟ لا هو انت تعشى وطلعت تمشى عشان ما يبات. كيف ما يبات؟ وين يسير؟ أحب سان حبوتي بالله عليك. ليش شوية كده؟ إذا ضروري بروح. إذا ضروري ضروري يا باها. تزوج ذكرتني به. سير. يا ربي بيقتلني الفضول يا أخي. إنت تعرف تويانا بالسير. ها بتدخل تجلس. طوف سير. ما بسير. سير علامك. ما بسير أحمد. ما بسير. يا إنك تفت السالفة الحين. ترى هناك. طيب أنا زعطني نبذة عن الموضوع نبذة. أنت بتسمع هناك تشوف شيء. ما لازم يسمعون ذي. خلاص عيل بسكر الكاميرا. ايوه يلا هروبي. انت يا احد والله. انا ابو. قلت لك ودني عدها ما طعت. انت ودني مالك خان. انت ما تبى حبودي، انت تبى خالي ما موجود. زين ما مشكله يمكن ابوها هي بعد بس هي ترى بمر عليها حبودي بسلم عليها يوم الجمعه. لا اله الا الله. سير ودني اللهم بلغنا رمضان. سير. اللهم امين يا رب. طوف عبودك عاد لو واحد كبدني. والله لازم احنا سالين داخلين وطالعين. مشى مشاك بطنك مشاك عقب قول انا داعي. طوف والله العظيم لاعي مره لاعي. بعدني بعد الدش. استغفر الله. الف من ذكر. من يومين مره مفتك وبارد هوادي. من يومين تبغى الصديق انا اللي بارد هوادي ما انت. ومفتك دخل علي واحد سالني وينك ما نشوفك ويا عبود. قلت له زاخني الوادي شو اسوي بعمري. ابوك قبلنا مره لهنا هو صح. موصيني لك جماعه مو بعد ومعزوم مره بالاسم. يا رب ايوه. واليوم رمضان اليوم بعد رمضان اليوم معزوم عشو عند الله. رد لوادم عشو. توصيلك ايش يسمونه عشو على عشاء. وين انت ما لك خانة الذهب البسكندورتك وبمر عليك وبنسي. انا ما يصير. السلام عليكم. ما كل لحم انا. سلام ايش دراك يمكن مسوي لك دياي. لا ما يسوي. ما يعرفني. كيف ما يعرف اني اكل لحم؟ انا مخبرني. ما اكله. ها شو لك من الحجه الحين؟ يلا. ها؟ لا تقلق. صر صر صر. وينه؟ انت.
لا سير سير متقدم. اها وين انت وبنته؟ ابوي بيت حبوتي ترى ما بيت حبوتي انا بعد. ماكو شرق اكو. هد الباب هد الباب. هود هود شوي شوي اهود انا حبوتي ما تحب الصدق. هود هود اوه ما حد ما حد نعالي حبوه ما حد ما حد كي ما حد اكي شوف تراني عدو استغفر الله. حبوه حبوي هاي لا اهل الله مرحبا. لا لا شيء متقدم بتسالم يا بلي السمسومي بيسلم عليك. يلا دش بالموضوع بسرعه. اذا تجي خلصك خلص يا ابوي بنسيه ما راح اخذ لا اله الا الله. شنو ما تبشر يا اخي ابغى اعرف السالفه انا. منو يود انك انت ما تبشر ولا بعد ما شاهدنا ما انا بفوالك بس انا خلاص ما بفوالك. ما يبا ما يبا حبوه ما يبا. أجو قهوة ما تبى ما تبى قهوة. يلا خلص هات الموضوع بسرعة. أقول حبوه بسرعة أقول. أبوش يعطيكم من البيت. خلصت. يلا قم قم بروح قم. تعال ها شو. خل حبوتي الحين تطالع مسلسل. شو. ولا سم تزعجها. يلا قم قم عاش قم عاش بسرعة. عاش. امسيتوا بالخير جميعا. كيف الحال شو الاخبار مع مين؟ مع عبد الله. كيف امورك عساك بخير طيب؟ خل على الله وطن. صاحب الذبيحه خون يا ريال خون مره الاولى مره الاولى المره الثانيه حنبو انت مرحل البارحه وعدنا بصينيه ما فيك طش الدم صالون تلحم واليوم لا اكد عليه بعد ريال قدر في البيت ينطبخ قدر مكبوس ودرته عيش دياك تملا كرام معزوم معزوم وياني جدول قلت اليوم لا اليوم قوايم بطيخ يا ربي وهو شال والده شال والده سحاره شوف الالعاب بدون ذكر اسمه بدون لا ما بذكر اسمه. خلنا من هالسالفه. الناس وايدين يسألون عن الوصفة الأمسية مال القرص، ممكن تعطينا تفاصيل بسيطة؟ والله ما تبغى شيء بسيط غير طحين هي وعينها بسمن سمن شيء بسيط وماء وماء وملح بس وحق على القدر قال القدر وقلب لين تعني ديك قلب القلبة الأولى والثانية وبعدها كسس وخلاص صلى الله وبارك صلى الله وبارك. هذه هنا لها طريقتين، في ناس يحطوا التمر هو نعم. هي اكثر شيء بالتمر حلوه يعني لكن ما كان متوفر امس نعم وصبينا الدبس. الدبس لا تصب هذيك الساعه لانه يبس يبس القرص نعم القرص لانه تعرف سكريات فاهم علي؟ نعم بس التمر لا يلينها وشيء طيب يعني هي شتويه واذا بتحط بعد فلفل اسود يلا قتلته وسمن عربي يلا قتلته يعطيك الصحة والعافية يا الله يعافيك وخون الريال خون خون يا الله خبرك بناكل كرتون ومي لا لا بس كنت بجيب لك بيضة صلصل الحين جنابة بسيب لنا مصالة بيضة من قايمة لين مصالة بيضة وقدر مكبوس عبوس ودرته نعم طايب عليه بابا انا متحسف الحين انا متحسف لا حول ولا قوه مره المره الاولى مره الثانيه عيد الشهر فضيحه قلنا يلا من باب مزاح البارحه من كثر اليوم كان سوينا قرص قرص نبات زاد مكود ابو حمد موجود نعم اللهم لك الحمد بس انت الحين تلزمني بكلمه هو يمنين المشكله والله اني اكد عليه قلت له يا اخوي اذا صدق خبرنا تعرف اليوم الجمعه يعني تعرف الجمعه يعني ما شاء الله صحيح خير وفضل فيها اي والله نعم تثمر من كل شيء يا الله اخر الفيلم بيض 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 مصاله يا الله خبرك يا الله ويبه العبض ولا القطيعة؟ الله الكريم الله وش؟ جلدته يا اخي ما بيعصب ما ظن يعصب انت وش قلت له؟ قلت له ما بشوفه ما معاي حق
لازم تعذرك؟ قلت له لا حشه مالك عمرك المكان يوسع له والعيون توسع له اشهد الله، لكن ما باشوفك اليوم، اليوم لا لا شو لا يجيني لا يجيني. ها يمكن خلينا نزر يا ريال، يمكن بدته ظروف الريال، ظروف المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، إنزا بدته ظروف يا جماعة، بدته الخير ظروف. ما أنت معنا بالصكة يا ريال، أنت بتدعشر ونص. يا الله على الله. هذا الحين سحور. نعم إنه سحور. والله سحور ذي. وانا شو عندي جدول الساعة 8:30 قافضنا العشاء. بس ماشي. خلاص. ما في. اسمي هسالفة. هو يلعب بينا كل يوم الحين تركب عليه ذبيحتين في الحالة. من الخير كله خله يجيب لك طوير. طير يا انت وين لا بي ولا بتشوف. طالبنا انا قلت ابا من انتاجه ربي بفلوسي، وبعدها بعد ركبت سنتين قالها لي محمد مدون، محمد خليفة، قال والله ما شفت من عنده شيء. يا ربي. انا اخورها هي بس ما. دامك جبت مدون. ايه ترى اقول. ها كذا اللعب، لعب الورقه ما غاوي، لا من ازع لا من اقر لا ما ادري شو، لعبوا انتم ساكتين ترى، لا اشاير لا اول لا تالع، يا زلمه ما نكلمكم والله العظيم. لعب قديم. العب. يلا. العب. بنشحر. عبد الله اول مره يلعب اسرع. والله العظيم. روحنا يوعانين. شو الورقه ايش كثر افيدي انا اليوم لاعبها. روحنا يوعانين. لا. حتى شو تسوي ميود انت لعب صدق صدقهم؟ عرفنا عندك غيره يلا. الترتيبات ابو امون. كلنا عيونكم اكرمك الله اكرمك الله اكرمك الله. ذبيح هذا بس ما شفنا هذا. ها تعويض يا ابو عبد الله انا ما اعتقد. شوف الزعاب شوف الزعاب.